مرحبا بكم من جديد. هيا بنا نحل بعض تمارين المشتقات. لنقل مثلا أنني أريد أن أحسب مشتقة دي دي إكس، ودعوني أعطيكم شيئا يبدو مختلفا بعض الشيء. إكس تكعيب ناقص 5 إكس للقوة 5، وجميعها مرفوعة للقوة 3، تقسيم 2 إكس، 2 إكس زائد 5، وجميعها مرفوعة للقوة 5. إن هذه أقواس، وهذا معناه أنني أريد أن أحسب مشتقات كل هذه العبارة. سوف تقول الآن إننا لم نتعلم كيفية القيام بهذا، لدينا شيء ما في البسط ولدينا شيء ما في المقام، ولا أعرف ما علي القيام به لاحقا. حسنا، دعونا نعيد كتابة هذا. في الحقيقة في كتب التفاضل والتكامل يوجد شيء ما يسمى بقاعدة خارج القسمة، والتي أعتقد أن أقل ما يقال عنها أنها عرجاء. قاعدة خارج القسمة عبارة عن قاعدة حاصل الضرب، بحيث أن لديك أس سالب وجعلوا منها قاعدة أخرى، وهكذا يسببون الفوضى لدماغك. لهذا بدلا من استخدام قاعدة خارج القسمة، سوف نعيد صياغة هذه العبارة السفلية بصورة حاصل الضرب، وهذا تماما نفس أخذ مشتقة إكس للقوة 3 ناقص 5 إكس للقوة 5 مرفوعة للقوة 3 مضروبة في 2 إكس زائد 5 مرفوعة لأي قوة؟ للقوة سالب 5. والآن بإمكاننا أن نستخدم قاعدة حاصل الضرب. نأخذ مشتقة العبارة الأولى، ومشتقة العبارة الأولى ليست شيء تافه، تأخذ مشتقة العبارة الداخلية أولا. دعونا نستخدم قاعدة السلسلة. مشتقة العبارة الداخلية أولا، وهي 3 إكس تربيع ناقص 25 إكس للقوة 4، 25 إكس للقوة 4 ضرب مشتقة العبارة الخارجية، أي 3 ضرب كل هذه العبارة، وهي إكس تكعيب ناقص 5 إكس للقوة 5، ومن ثم كل ذلك تأخذ هذا الأس ونقلل من القوة بمقدار 1 فيصبح مربعا، ومن ثم نضربها بكل هذه العبارة. إذن 2 إكس زائد 5 مرفوعة للقوة سالب 5، ومن ثم نضيف إلى ذلك مشتقة هذه العبارة. إذن زائد مشتقة هذه العبارة هي أن نأخذ مشتقة العبارة الداخلية، وهي بسيطة للغاية، إنها 2 ضرب مشتقة العبارة الخارجية، أي سالب 5. وكما تعلمون بأنني لا أقفز عن خطوة واحدة، إن مشتقة 2 إكس زائد 5 هي مشتقة 2 إكس تساوي 2، ومشتقة 5 هي 0. إذا مشتقة 2 إكس زائد 5 تساوي 2، إنها 2 مضروبة في سالب 5 مضروبة في 2 إكس زائد 5، نبقيها كما هي مرفوعة للقوة سالب 5، ومن ثم نضربها بهذه العبارة الأولى، إكس تكعيب ناقص 5 إكس للقوة 5، وجميعها مرفوعة للقوة 3. أعلم أن ذلك فوضوي للغاية، وربما أنك لم ترى مسائل بهذه الفوضى، لكنني أردت أن أوضح لكم أن قاعدة حاصل الضرب التي تعلمناها إنها في الواقع قاعدة حاصل الضرب وقاعدة السلسلة، يمكن أن تطبق على مسائل مختلفة. ورغم ذلك أنت لم ترى شيء كهذا، كان لديك بسط ومقام، فيمكنك بكل سهولة أن تعيد كتابة ما لديك في المقام بصورة أس سالب. ثم بالطبع إنه حاصل الضرب، عندما لا يتوجب عليك حفظ ذلك الشيء الذي يسمى بقاعدة خارج القسمة.
إذن بهذا سوف أعرفكم الآن على بعض المشتقات الشائعة للاقترانات الأخرى، وهذه الأشياء في الواقع وبشكل طبيعي تكون ضمن كتاب التفاضل والتكامل، ومن الجيد معرفتها، أشياء من الجيد أن تعرفها، وربما في درس لاحق سوف أثبت هذه الأشياء. لا يتوجب عليك أن تأخذ الأشياء بقيمتها، لذا يتوجب عليك إلى حد ما أن تحفظها، على الرغم من أنه يجب عليك أن تثبتها لنفسك أولا. إذا مشتقات E للقوة X، وأنا أجد هذا مذهلا، إن E يظهر في جميع أنواع الأماكن الغريبة في الرياضيات، وكما تعلمون إنه عبارة عن العدد الغريب 2.7 أو أيا كان، ويحتوي على جميع أنواع الخصائص الغريبة، وأعتقد أن هذا واحدا من الخصائص الغريبة لإي. مشتقات إي للقوة إكس، إذا أردت أن تجد ميل أي نقطة تقع على طول المنحنى إي للقوة إكس، ربما أن هذا يربككم. أعتقد أنه كلما فكرتم به أكثر فإنه سيتعب أدمغتكم أكثر، هو إي للقوة إكس، إن ذلك مذهل. على أي نقطة على طول المنحنى إي للقوة إكس، فإن ميل تلك النقطة هو إي للقوة إكس. هذا كي تستوعبوا هذه النقطة، إنني أتباين بعض الشيء، لكن إذا قلت أن F الـX يساوي E للقوة X، ودعونا نفترض أن F الاثنين يساوي E للقوة 2، وقد سألتك ما هو ميل E للقوة X على النقطة 2 مع E للقوة 2، إذن النقطة 2 مع إي للقوة 2، وبإمكانك أن تقول إن ميل تلك النقطة هو إي للقوة 2، إن ذلك يتعب دماغي، حيث أنه اقتران يقع ميله على أي نقطة على ذلك الخط ومساوية للاقتران، وهي E، وE تظهر في جميع الأماكن. ربما أنني سأقوم بتصميم سلسلة دروس تسمى بسحر الE، لأن E تظهر في كل الأماكن. حسنا، لا أريد أن أبتعد كثيرا، إذا ذلك مذهل للغاية. ثم سوف أوضح لكم ما أعتقد أنه المشتقة الثانية الأكثر إذهالا، ولا أعتقد أن هذه قد تم توضيحها في الرياضيات بعد، لأنها أيضا تتعب دماغي، هو مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x. مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x، أليس كذلك؟ إن اللوغاريتم الطبيعي هو عبارة عن اللوغاريتم بالإضافة إلى e، وأتمنى أنكم تتذكرون اللوغاريتمات. إذا ما هي مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x؟ مرة أخرى، إذا إنه يرتبط بـ e. حسنا، هو 1 تقسيم x. إن هذا أيضا يتعب دماغي، لأنني أفكر به. دعونا نرسم مجموعة اقترانات. إذا قلت أن مشتقة x للقوة سالب 3 هي سالب 3 x للقوة سالب 4، إذن مشتقة x للقوة سالب 3 هي سالب 3 x للقوة سالب 4. مشتقة x للقوة سالب 2 هي سالب 2 x للقوة سالب 3. مشتقة x للقوة سالب 1 هي سالب 1
إكس للقوة سالب 2 مشتقة إكس للقوة 0. حسنا، هذا عبارة عن 1، أليس كذلك؟ مشتقة إكس للقوة 0 هي 1، إذن المشتقة هي 0. مشتقة إكس هي 1، مشتقة إكس تربيع هي 2 إكس، وهكذا دواليك، أليس كذلك؟ إن هذا مثير للاهتمام. لدينا هذا النمط من جميع مشتقات جميع أنواع الأسس بترتيب تصاعدي، بحيث تنتقل من x للقوة سالب 4، ثم x للقوة سالب 3، ثم x للقوة سالب 2، ومن ثم لا يوجد x للقوة سالب 1 هنا. نذهب مباشرة إلى x للقوة 0. ماذا حدث لـ x للقوة سالب 1؟ ماذا حدث له؟ ما هو الاقتران الذي مشتقته هي x للقوة سالب 1؟ إن هذا غريب بالنسبة لي، إلى أين ذهبت؟ يبدو أنه عبارة عن لوغاريتم طبيعي. إن هذا الذي أفكر به قبل أن أذهب للنوم في بعض الأوقات، لأنه عبارة عن تعب للدماغ. ولاحقا في درس آخر ربما سأثبته لكم، لكن لكي تعرفوا أن هذا صحيح، أي أن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هي 1 تقسيم x، عبارة عن تعب للدماغ. وبالنسبة للآن يمكنك أن تحفظها فقط، لكن كل منها تعتبر تعب للدماغ. مشتقة e للقوة x هي e للقوة x، ومشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هي 1 تقسيم x. وسوف أقوم بحل مجموعة أمثلة إضافية لكي أوضحها، ومن ثم في الدرس التالي سوف نستخدم باستخدام قاعدة حاصل الضرب وقاعدة السلسلة إلى آخره. وربما أنك تريد أن تعيد مشاهدة هذا وتحفظهم. أريد أن أمحو الصورة. حسناً، الآن سوف أحل اقترانات علم حساب المثلثات الأساسية، ويتوجب عليكم أن تحفظوها كذلك. مشتقة جيب إكس، هذا بسيط جدا كي تتذكروه، عبارة عن جيب تمام إكس. إذن الميل على أي نقطة على طول خط جيب إكس هو في الواقع جيب تمام تلك النقطة. إن هذا أيضا مثير للاهتمام. يوما ما سوف أقوم برسم هذا بيانيا، لأنني أعتقد أنه ربما لا يدرك بشكل صحيح. مشتقة جيب تمام الإكس هي سالب جيب إكس. سالب جيب إكس إنه الشيء اللي تحفظوه، لأنه ستكونوا قادرين على تذكره بسرعة في الاختبار ومن ثم تستخدموه. ثم أخيرا مشتقة ظل إكس تساوي 1 تقسيم مربع جيب تمام إكس، وهو ما يمكنك أيضا أن تكتبه بصورة مربع قاطع إكس. ربما أنك تريد أن تحفظهم الآن، وفي الواقع أنا أشجعكم على تجربة هذه الأشياء. أنا أشجعكم على تمثيل كل من هذه الاقترانات بيانيا. تمثل الاقتران بيانيا، تمثل مشتقته بيانيا وتنظر إليهم. وفي الحقيقة إنني لا أفهم سبب كون مشتقة الاقتران تصف ميل الاقتران الأصلي. وفي الواقع سوف أقوم بتصميم عرض على ذلك، لكن وقت هذا الدرس قد انتهى الآن، لذا احفظوا هذه الأشياء، واحفظوا مشتقة e للقوة x و e للقوة x. اللوغاريتم الطبيعي لx هو 1 تقسيم x. وفي الدرس التالي سوف نبدأ بخلط وتجميع جميع هذه الاقترانات، ويمكننا استخدام قاعدة حاصل الضرب وقاعدة السلسلة لإيجاد المشتقات المركبة.
بينما قد رأيناه ربما يمكننا أن نقوم بحل 95% من مسائل المشتقات التي ستراها في اختبار التفاضل والتكامل. أراكم في العرض التالي.